تفعيل صندوق الصناعة التقليدية لتمويل بالمجان مشاريع النساء الماكثات في البيت هو ما التزم به مرة أخرى المترشح بن قرينة من ولاية غردايا. أي مرأة ولو عندها ماجستير واختارت أن يكون عملها هي المساهمة في بناء وتربية النشء وبناء العقلية السليمة وأن تبقى في بيتها، صندوق الصناعة التقليدية يقول إذا عندك حرفة عبد القادر بن قرينة يمولك بالمجان وما يحتاج حتى قرض. إذا تخدمي الزربية يعطيلك المنسج اللي تخدمي به الزربية، إذا تخدمي الطرز يعطيلك الماشينات اللي تخيطي بهم مجانا، إذا عندك حرفة نتاع صناعة الحلويات الفاخرة يعطيلك الأدوات والإمكانيات والتمويل اللي تخدمي به الحلوى. بن قرينة أكد أن برنامجه الانتخابي يعطي أهمية قصوى للقطاع السياحي داعيا للمحافظة على ثقافة وعمران الولاية التي كانت حسبه قطبا سياحيا بارزا في البلاد. غردايا كانت وجهة سياحية، كان شبابها ما عندهمش بطالة، كانت الحرف متحركة، تجارة متحركة، الصناعة الصغيرة والمتوسطة متحركة. جينا قضينا على مورد السياحة، لا استفادت الولاية ولا استفاد الوطن للأسف الشديد. مرشح حركة البناء الوطني جدد عزمه على توحيد الجزائريين ونبذ سياسة التفريق بين أبناء الشعب الواحد.